تعالى بقى نروح على حاجة تانية متعلقة بمجلس النواب. مجلس النواب وافق انتهى الموضوع على مشروع تعديل قانون الشهر العقاري. خلونا ناخد معانا على التليفون سيادة النائب المهندس أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب. أهلا 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 يا فندم. ازيك يا أخي يوسف؟ ازيك يا حاج أمين، عامل إيه؟ كل تمام؟ شفت انا فاكر اهو انت هتحب اللقب ايه؟ الحاج امين. قول لنا بقى. وانت اخويا يوسف. والله ده انا اتشرف جدا. حبيبي. بقول لسيادتك ايه؟ دلوقتي احنا عايزين نعرف ايه هي التعديلات اللي اتعملت على قانون الشهر العقاري. هو طبعا احنا عارفين كلنا ان قانون الشهر العقاري اللي بنتعامل بيه رقم 114 لسنه 46. حلو. ده كان جرى بعض التعديلات والنهارده تعديلات على هيئه التسجيل في التعامل مع هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده. انت عارف حضرتك يعني المواضيع متشابكه، واحنا في مجلس النواب خدنا على عاتقنا ان احنا نبقى بجوار الناس وبجوار شعبنا الطيب الاصيل ماديا ومعنويا، تسير عليهم في الأمور المادية والأمور المعنوية. التعديلات اللي هي كانت في 2022 كانت تسلسل الملكية، دي كانت حاجة كبيرة جدا. كان تسلسل إثبات تسلسل الملكية. في التعديلات بقت الملكية المستقرة لمدة 5 سنين، ودي سهل اثباتها سواء بعدادات الكهرباء او عدادات الميه او العقود العرفيه اللي هي واخده تسجيل تاريخي او واخده صحه توقيف. حلو. دي بالامور. فصرنا سابقا الضريبه العقاريه، ضريبه التصرفات عن موضوع التسجيل. عن موضوع التسجيل. كان يبقى ده مقرون بدفع ضريبه التصرفات العقاريه. صحيح. تشجيعا للناس. فصلنا ضريبه التصرفات العقاريه وتسدد لاحقا. حدنا حد اقصى لمصاريف التسجيل 3900 جنيه، ودي يعني مبلغ معقول جدا. النهارده بقى اللي هي التعديلات الخاصه بهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده. القانون الزم المواطن بالتقدم في خلال 15 يوم من تاريخ صدور اللائحه التنفيذيه بطلب تسجيل وحدته السكنيه او الاداريه، او سواء كانت الوحده ديت برضو ارض قطعه ارض تقدم للتسجيل. واذا ما كانش في خلال 15 يوم تقوم هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده بالتسجيل وتحصيل الرسوم من المشتري. كويس جدا. ابرز تعديل النهارده التعديلات اللي هي خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية اللي هي المادة 8 من القانون 27 لسنة 2018. ده كلام أكتر من رائع. يعني إذا المواطن ما قامش بتسجيل، ده أنا بتكلم على قصة بقى المجتمعات العمرانية الجديدة، يعني كل المدن الجديدة بما تحمله من مساكن على اختلاف أنواعها وأشكالها. موضوع بقى الإسكان الاجتماعي. والإسكان الاسكان الاجتماعي وسكن مصر وجنة مصر ودار مصر والاراضي اللي بتطرحها هيئه المجتمعات العمرانيه وسكان الكومباوند وسكان المش عارف ايه وكل الكلام. ايوه. وبالتالي بتسهل يعني انا اسجل ارض اقمت عليها منشا، فبالتالي بيسهل لي اسجل للمشترين عندي، يعني كلها اجراءات في صالح المواطن المصري. طبعا. لان احنا للاسف يعني ما عندناش بيانات واضحه وما عندناش حصص دقيق وما عندناش سجل عيني للعقارات. صح. والثروه العقاريه في مصر، الثروه العقاريه في مصر احنا عارفين ان الشعب المصري كله يا بيستثمر في العقار يا ودائع في البنوك. صحيح. الثروه العقاريه في مصر تقدر بالتريليونات. مظبوط 100%. مئات التريليونات من العمله يعني. فمش معقولة ما يبقاش ليها سجل عيني وتبقى الملكية مقننة وتبقى الملكية ظاهرة وتقضي على مشاكل المواريث وتقضي على مشاكل اللي بتنقل إلى المحاكم. ويعني لا يعني الموضوع مش على قد إن احنا سهلنا برضو موضوع إن الناس تسجل، لا ده في
في صالح المواطن المصري ان هو يقنن وضعه ويقنن ملكيته، حتى بعد كده في المواريث تبقى الملكيه واضحه ومقننه، وتبقى منع الاعتداء على الملكيه الخاصه، والناس اللي هي بتعمل اوراق بقى، وطالما ما فيش عقود بتعمل اوراق وتعمل اوراق على الاراضي، وقصص الاستيلاء على الاراضي وعلى الشقق السكنيه، يعني لا هتخرجنا بالحاجات كتير وهتوفر وقت في المحاكم. ويعني طب ده كلام كويس جدا، وبالتالي حتى القانون كده بيقول والله لو المواطن نفسه الحائز على او اللي عنده الوحده السكنيه او الاداريه او التجاريه ما سجلهاش، الهيئه هتقوم عنه بالتسجيل وتلزمه بالمصروفات. بص هتسجل حلو قوي. طيب ده معناه ان انا كده عملت التشريع بتاعي او التعديل، هيفضل لي صدور اللائحه التنفيذيه بتاعته. اللائحه التنفيذيه برضو الزمت اللي التسجيل يتم، الطلب ما يتقدمش كده ويترمي في شهر عقاري، لا خلال 37 يوم يكون تم الشهر. طيب وتم اصدار اللائحه، يعني اللائحه التنفيذيه بتاعت التعديلات الاخيره صدرت ولا لسه؟ يوم. لا انا بقصد اللائحه التنفيذيه بتاعت التعديل الاخير تصدر امتى؟ خلال 30 يوم. خلال 30 يوم. كويس قوي الكلام ده، ده حاجه في منتهى السرعه. ايه ده؟ هي بقى يعني احنا عايزين يعني اصعب ما يمكن نخطط على المواطنين. لا والله هو صح، يعني اللي بيحصل ده شيء رائع بصراحه، والناس مش قادره تستوعب انه ده لمصلحتهم. يعني هو كمان يعني هيبقى عنده سهوله ويسر بعد كده في عمليه البيع والشراء، ومفيش منازعات ومفيش حاجه تقلقه، مفيش حاجه توتره، خلاص هو عارف الحاجه متسجله وعقده الاخضر موجود. المواطن يبقى امن. صح. آمن على نفسه، آمن على سكنه، آمن على أملاكه. يعني لا إحساس بالأمان دوت، وإن محدش هيجي يعني يسرق منك الحاجة دي أو يعمل أوراق وياخد منك الحاجة ديت، أو أنت تبقى مطمئن على أولادك وعلى أسرتك، في حتى يعني بعد حياة الواحد يبقى يعني مطمئن على أسرته، مطمئن على طبعا اللي موجود معاه. طبعا طبعا طبعا. انا بشكرك جدا يا باشمهندس، كل الشكر ليك باشمهندس امين مسعود سياده النائب امين سر لجنه الاسكان والمرافق بمجلس النواب.